منذ تلك الهدنة اليتيمة وفي اليوم 24 بعد 100 من الإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أتى رد المقاومة على مقترح باريس. حركة حماس سلمت ورقة ردها إلى الجانبين المصري والقطري مع تحديد اشتراطات جوهرية ورئيسية. فماذا بعد رد المقاومة؟ ولا سيما في ظل إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنه سيدرس الرد مع الحكومة الإسرائيلية. وتزامناً، ماذا يعني في التوقيت والخلفيات بيان الخارجية السعودية الحاسم لناحية أنه لن يكون هناك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطينية بحدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؟ وفي السياق وعلى خط جبهات المقاومة المساندة، لماذا أطلق اليمن على أحد شوارع الحديدة تسمية 7 أكتوبر معلنا استمرار القتال إلى يوم القيامة نصرة لفلسطين على ما صرح به محافظ الحديدة للميادين؟ والأهم، ماذا يخبئ الميدان للمقبل من الأيام؟ مشاهدينا الكرام، نناقش كل هذه النقاط وسواها مع ضيوفنا في هذه الساعة من التغطية. نرحب بالسيد صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات من الدوحة. نرحب بك سيد صالح، كما نرحب بالسيد ناصر حمددوش الكاتب والمحلل السياسي معنا من الجزائر. ولكن قبل البدء بالنقاش مع ضيوفنا الكرام، نبدأ من الميدان ومن غزة تحديدا مع الزميل أكرم دلول. والوضع هناك كيف يبدو أكرم على وقع استمرار الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لليوم 124؟ الوضع على ما هو عليه دينا، بالتأكيد إسرائيل ماضية في ارتكابها مزيد من المجازر بحق الأبرياء، بل وتسابق الزمن لقتل تحديدا الأطفال والنساء هنا في قطاع غزة. وبالتالي دعينا نبدأ من آخر التطورات المتعلقة بما يجري في مدينة غزة في القاطع الشمالي من القطاع، على اعتبار أن هناك تطورات يعني متسارعة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي. المعلوم بأن جيش الاحتلال أعاد التوغل في بعض الأطراف الغربية من مدينة غزة، وبالتالي هو الآن يقوم بعملية تدمير لما تبقى من منازل يعني لم تسويها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالأرض، وبالتالي يسعى الآن لتدمير هذه المنازل. علمنا أن هناك تدميرا لمربع سكني جديد في غرب المدينة، تحديدا منطقة الصناعة، هذه المنطقة التي تتعرض إلى وابل من القذائف المدفعية رغم وجود مواطنين بداخلها. وبالمناسبة هناك مناشدات عديدة تردنا من مواطنين، حتى أن هناك جرحى داخل المنازل لم يمكن للمواطنين أن يقوموا بإخلائهم، تحديدا في شارع الريس المعروف في هذه المنطقة. هناك إذن يعني جرائم حرب مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل حتى بحق الجرحى. المعلوم بأن كل الأعراف والمواثيق الإنسانية منها قبل الدولية تكفل للجرحى أن يتلقوا العلاج وأن تتحرك باتجاههم سيارات الإسعاف، لكن هذا غير وارد إطلاقا منذ 7 أكتوبر في ظل الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة. وبالتالي عدد كبير عادة من هؤلاء الجرحى يبقون ينزفون لساعات طويلة في كل مكان من قطاع غزة، وإن كنا نتحدث الآن عن مدينة غزة تحديدا. وهؤلاء عادة ما يكونوا في عداد الشهداء، وربما تترك إسرائيل يعني الكلاب لتنهش أجسادهم أعزكم الله، وهذا حدث في الكثير من المرات في إطار يعني انتهاكها لكل المحرمات واستباحتها لكل الأعراف والقوانين الدولية. إسرائيل إذن تواصل القصف على مدينة غزة، وهذا القصف يعني طال أيضا منطقة مخيم الشاطئ في القاطع الغربي لمدينة غزة. هناك تسوية لمزيد من البنايات السكنية، تشريد لمزيد من العائلات التي عادت لتوها بعد الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق. وفي المقابل ما زالت يعني هناك معطيات تشير إلى أن المقاومة قوية إلى حد ربما يفاجئ إسرائيل، والاشتباكات تبدو ضارية وكبيرة في منطقة الصناعة، في منطقة الصبرة،
مربع الجامعات، مربع الجوازات، وكذلك منطقة حيدر عبد الشافي. مع كل لحظة نسمع يعني بيانات من فصائل المقاومة وتحديدا كتائب القسام وسرايا القدس عن تدمير دبابات، عن قنص جنود، وكذلك الإجهاز على يعني جنود آخرين واستخدام صواريخ جديدة في هذه الحرب، لتؤكد المقاومة أن كل ما تتحدث به إسرائيل في واد والميدان لصالحها في واد آخر، وهذا ربما يعني ما تحاول من خلاله المقاومة أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يضغط ولا يستقوي كما نؤكد كل مرة إلا على المدنيين العزل. هذا إذن على صعيد مدينة غزة التي تتعرض لهذا العدوان. في شمال القطاع كذلك القصف الإسرائيلي مستمرا وبوتيرة مرتفعة حقيقة شرق مخيم جباليا وشرق بلدة جباليا إلى جانب بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا اللتين عادت إليها المواطنين في الأيام الأخيرة. في وسط القطاع كان هناك استهدافا إسرائيليا لعدد من المنازل السكنية تحديدا في دير البلح وكذلك في المصدر. هذه المنازل كانت تأوي نازحين، لكن إسرائيل تصر أيضا على قتل النازحين، مع العلم دينا أن دير البلح هي مناطق تقع جنوب وادي غزة كما هو الحال تماما بالنسبة لرفح ولخان يونس اللتين تتعرضان إلى عدوان إسرائيلي كبير. في خان يونس القصف الإسرائيلي أدى في الساعات الماضية بحسب وزارة الصحة إلى استشهاد العشرات، العدد الأكبر منهم لم يتسنى نقلهم إلى مشافي مدينة خان يونس المحاصرة والتي تتعرض لإطلاق النار وكذلك فيها الجرحى والمصابون في حالة حرجة جدا نتيجة هذا الحصار وانعدام كل مقومات الحياة والعلاج، وبالتالي عدد من الشهداء نقلوا إلى مشافي وسط قطاع غزة في دير البلح وكذلك مشافي مدينة رفح التي تعرضت الليلة الماضية دينا إلى أعنف ليلة منذ بدء هذه الحرب. رغم هذا التكدس الكبير في أعداد النازحين ونحن نتحدث عن أكثر من 1,200,000 فلسطيني نازح، يضاف إليهم 300 من أهالي وسكان هذه المدينة ليصبح العدد 1.5 مليون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة. هؤلاء كلهم الآن أضحوا يخشون على مصير حياة يعني أبنائهم، وهم يعني سئموا كل المناشدات حقيقة. هم ربما وصلوا إلى مرحلة يعني جعلتهم في حيرة من أمرهم، خاصة وأن أمامهم الحدود المصرية فقط، وبالتالي إسرائيل تقصفهم حتى وهم يقيمون هذه الخيام على الحدود المصرية. بقي الإشارة سريعا إلى ما حذرت منه وكالة الأنوروا ظهر هذا اليوم، والتي أشارت إلى أن هناك انتشارا مقلقا للأوبئة والأمراض. هناك أكثر من 700,000 فلسطيني أصيبوا بالنزلات المعوية وكذلك الالتهابات المختلفة، بالإضافة إلى الإنفلونزا ويعني أصنافها المختلفة، وبالتالي هناك خشية على حياة هؤلاء لا سيما في ظل انعدام الغذاء وكذلك الأدوية، وكل هذا بسبب التكدس وكذلك انتشار الصرف الصحي وانعدام المياه النظيفة بحسب ما قالت وكالة الأونروا. شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة. أما الآن فإلى التطورات على الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة. من جنوب لبنان ينضم إلينا الزميل علي مرتضى. علي، كيف تبدو أجواء هذا اليوم في بداياته في جنوب لبنان؟ يعني حتى اللحظة لا يزال عسكريا وضع الجبهة هادئ نسبيا، لا خروقات من الطرف الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية سوى ما رصدناه بتمشيط رشاش باتجاه خراج بلدة علمة الشعب في القطاع الغربي، وطبعا كان تمشيطا خفيفا استخدمت فيه الرشاشات الثقيلة ولكن لفترة محددة وبطلقات قليلة للغاية. عدا عن ذلك لم تشهد الجبهة أي تطورات عسكرية حتى من الناحية اللبنانية. هدوء حذر، لم يستهدف ولم نرصد أي نيران مباشرة من لبنان. مع ذلك أعلن حزب الله عن ارتقاء شهيدين له. بالتزامن مع ذلك كان اليوم شهدت مدينة صور الجنوبية تشييعا لشهداء حركة أمل الثلاثة الذين قضوا خلال قيامهم بواجبهم المقاوم في الجنوب اللبناني، وقضوا طبعا بغارة إسرائيلية استهدفتهم الشهيد حسين عزام، جعفر اسكندر وحسن سكيني. شيعت جماهير حركة أمل والمقاومة بشكل عام بحضور جماهيري ورسمي وديني، كان هناك حضور كثيف من مختلف الطوائف اللبنانية لهذا التأبين، وبعدها انطلق موقف التشييع إلى قرى الشهداء لدفنهم. طبعا كان هناك كلمة باسم رئيس حركة أمل نبيه بري، والذي أكدت في الكلمة ألقاها النائب علي خريس، وأكدت الكلمة على استمرار حركة أمل بنهجها المقاوم والذي تتبعه منذ تأسيسها
السيسي على يد الإمام المؤسس الإمام السيد موسى الصدر، مضيفا بأنه في مقابل التهديدات الإسرائيلية التي تطلق باتجاه لبنان، فإن حركة أمل والتي يترأسها طبعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، فإن حركة أمل ستكون أمام حزب الله في الدفاع عن لبنان، وسوف لن تبخل بتقديم ما تستطيع لمقاومة الاحتلال. طبعا تم ترديد الشعارات، شعارات السيد موسى الصدر التي أطلقت منذ سبعينيات القرن الماضي بوجوب قتال إسرائيل ولو بالأسنان ولو بالأظافر، وطبعا تم تجديد العهد للشهداء، وانطلقت المواكب باتجاه القرى لدفن الشهداء الذين قضوا كما ذكرت باستهداف إسرائيلي بغارة حربية استهدفت إحدى المنازل في القرى اللبنانية الحدودية. في المقابل بالأمس كان يوما طويلا من العمليات العسكرية، نتحدث عما يقارب 9 عمليات عسكرية رسمية أعلنها حزب الله ببيانات. كان هناك استهدافات مرتين لثكنة رميم، مرة بصاروخي بركان ومرة لتجمع جنود تم استهدافهم أيضا الأسلحة الصاروخية. كان هناك استهداف لتجمع جنود بالقرب من موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد، وطبعا كان هناك استهدافات بالأسلحة المناسبة في مزارع شبعة بشكل مكثف. تقريبا أغلب المواقع في مزارع شبعة تعرضت لنيران مباشرة من لبنان، رويسات العلم، الرمتة، السماقة، حتى الأجهزة التجسسية الموجودة في رويسات العلم أعيد الإجهاز عليها وأطلاق النار عليها. وطبعا كان هناك الاستهداف الأبرز والذي استهدف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابعة للواء الإقليمي الشرقي رقم 769 في الجيش الإسرائيلي، وهذه مقر القيادة طبعا هو موجود في إصبع الجليل مقابل القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتم استهدافه بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة. هذا بالنسبة للعمليات التي تبناها حزب الله. أما بالنسبة للعمليات التي تبقى دون طرف رسمي يتبناها، فقد رصدنا بالأمس أيضا إطلاق نيران مباشرة مرتين باتجاه بركة ريشي ومرتين موقع بركة ريشي الإسرائيلي في الجليل الغربي ومرتين باتجاه ثكنة زرعيت. هذا بالإضافة طبعا إلى انذار دوى من مسيرات بالأمس في منطقة الغجر ودان ودفنة. طبعا هذه المسيرات هي مسيرات تدخل بشكل روتيني باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخلها حزب الله ولكن لا يعلن عن إدخالها. دائما ما يكون لها وظيفة إما الرقابة وإما إفراغ صواريخ القبة الحديدية. في المقابل بالأمس ليلا شهد اعتداء، هذه المرة أصاب إحدى المنشآت التي المعنية بالبنى التحتية في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد منتصف الليل مبنى مضخات مياه الوزاني جنوب لبنان. طبعا هذا المبنى، هذه المضخات تؤمن المياه لكل القرى الحدودية المقابلة لشمال فلسطين المحتلة. تم استهداف هذا المبنى ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة. لم تقطع المياه بشكل نهائي ولكن كان هناك تضرر بالشبكة ما أدى إلى انقطاع المياه في بعض القرى الحدودية. مع الإشارة علي إلى أن جزء من العدوان الإسرائيلي أيضا يتمثل بسرقة مياه الوزاني وسحبها من النهر، وهذا كان يعني محط دعوة قدمها لبنان فيما خص هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسلنا من جنوب لبنان. نعود الترحيب بضيفينا السيد ناصر حمدادوش من الجزائر والسيد صالح غريب من الدوحة، ونبدأ مع حضرتك سيد صالح. على نار حامية اليوم تجري المفاوضات، أيضا مفاوضات تحت النار اليوم، قطر وسيط أساسي فيما خص هذه المفاوضات، وأي صفقة من الممكن أن تعقد؟ وبالتالي ما هي الأجواء أو حتى المعلومات التي لديكم حول هذه الصفقة في ظل تسلم قطر لرد حماس على طرح؟ أهلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم في هذا في هذه الحلقة. لا شك أنه قطر منذ انتهاء الهدنة الأولى التي كانت في نوفمبر ظلت حقيقة تسعى دولة قطر مع الشركاء مصر تحديدا ومع تحفظي على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الوساطة، لأن هي وسيط ليس نزيها على اعتبار أنه هو يعني هذا القتل وهذا الدمار بسبب الدعم الأمريكي عسكريا ماليا
لوجستيا وغيرها من الأمور الأخرى التي تقوم الولايات المتحدة بمد إسرائيل. أيضا الدعم الرسمي، يعني بايدن منذ اليوم الأول قال أنه من حق إسرائيل أن تدافع عنها، وبالتالي فإن الهدنة أو السعي القطري لإحداث وقف وليس هدنة مؤقتة كما حدث في المرة السابقة في شهر نوفمبر، فهي تسعى دائما إلى أن تكون هناك أن يكون هناك وقف دائم، ومنها انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إطلاق سراح الأسرى، إدخال المساعدات، إعادة البناء. وهذه أعتقد أمور يحتاجها الشعب الفلسطيني في الداخل، في داخل غزة. وظلت حقيقة طوال الفترة الماضية في يعني في مناقشات طويلة، يعني حركة حماس منحت دولة قطر يعني المجال للتفاوض نيابة عنها، وحدثت هذه المفاوضات بهذا الشكل. دائما ما وكنت دائما أقول لما يعني أتحدث حول هذه الهدنة إنه وصلنا إلى خط النهاية، لكن نجد إنه نعم، مع الأسف رئيس الحكومة الصهيونية في هذه الأمر يعرقلها. هو سعيا منا إنه سوف يحقق الهدف وسوف يعيد الأسرى وسوف يقضي على حركة حماس، نعم سيد، لكن هذا الشيء لم يحدث. الآن الرؤية الجديدة إنه الهدنة تستمر إلى 143 يوم يتم فيها كل هذه الاتفاقات التي تمت. الآن الهدنة أو الاتفاق في سلمت الآن قبل قليل، سلمها بلينكين إلى في اجتماعه مع رئيس الحكومة الصهيونية، والآن يعني لا مجال ولا مفر من الحكومة الصهيونية في أن توافق، ويعني على الأقل حفظ ما وجه الجيش الإسرائيلي بالفعل الذي يعني دس أنفه في تراب غزة. ولذلك يعني وطبعا بعد ذلك يذهب إلى الجحيم نتنياهو وتأتي حكومة جديدة، ويعني تستمر يعني ممكن يكون هناك، لكن قضية التطبيع مع يعني الزيارة اللي قام فيها بلينكين إلى المملكة العربية السعودية هو لم يكن لطرح التطبيع، لأنه سيد صالح السعودية سنتحدث بهذه النقطة بشكل مفصل، نحتاج إلى التوسع فيها خصوصا بعد بيان الخارجية السعودية، لكن حضرتك ذكرت نقطة بأنه سيتم الأخذ بموضوع 143 يوم من الهدنة، وذلك تحضيرا صحيح وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار. هل هذا البند بات متفق عليه من الطرفين؟ نعم متفق عليه، يعني في البدء متفق عليه، لأنه هناك يعني ليش 101 و 143 يوم أمام كل طرف مرتهن موجود أو أسير أو أي مصطلح يطلقون عليه، أنه يتم يعني تعد بهذه الأيام. فهناك حدد 143 يعني شخص سيتم إطلاقه خلال هذه المرحلة، وبعد ذلك طبعا وصولا إلى يعني هذه المدة لا شك أنه ستعيد تحديد الأولويات والأمور الأخرى، سواء كان لحركة حماس أو للانسحاب وبعد ذلك الأمور، لكن طرف الإسرائيلي. لكن الآن ننتظر هذا القرار الذي سوف يصدر إما بعد سفر بلينكين أو خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بين رئيس الحكومة الصهيونية وبين بلينكين. وبكل الحالات يعني بعد قليل سيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي للبحث بما خص الصفقة. سيد ناصر، سنعود إليك للنقاش، نتوسع بالنقاش أكثر حول كيف تعزز اليوم أو عززت المقاومة من خلال الميدان
اليوم موقفها في هذا التفاوض، لكن نذهب قليلا إلى كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام السلك الدبلوماسي ونعود لحضرتك. الخميني الراحل حدد وطلب من الناس، يعني قال ما الشعب كيف تريدون أن يكون الحكم، يعني عمل عملا ديمقراطيا، ومن يدعي اليوم أن العالم يريد الديمقراطية لكنهم لا يعتنون بالديمقراطية، فإن كانوا يعتنون بالديمقراطية فعليهم أن يكون الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يشكل حكومته وينتخب الحكومة التي يريدها، وإن كانوا يحترمون الديمقراطية فاليوم يجب على كان الشعب اليمني أن يتمكن من مواجهة كل هذه المؤامرات عليه ويحققوا إرادتهم. وإن كانوا يعتقدون بالديمقراطية، الكثير من العلاقات الموجودة في عالم الغرب وأقامها مع بعض الدول يجب أن تكون عليها علامة سؤال، لكن نحن نعتقد أنهم يسموا الديمقراطية ولكن لا ينظرون ولا يعتمدون ولا يقيمون أي أهمية للآراء أصوات الشعب. لكن الجمهورية الإسلامية قامت بعملية ديمقراطية فراجعت أصوات الشعب لتشكيل الحكومة والنظام. الشعب أكثر من 98% صوت لإقامة نظام الجمهورية الإسلامية، أي نوع الحكومة بات يجب أن يكون نظام جمهوري إسلامي، وقالوا نعم، وكتب الدستور والإمام، حتى الدستور يجب أن يصادق عليه من قبل أبناء الشعب ويستفتى عليه ويؤكد ويصادق عليه الشعب، وكذلك صادق عليه الشعب. وكل المؤسسات الحكومية تكونت، والعدو حاول كثيرا لأن لا يكون قانونا لتأسيس النظام وحاول إيجاد مشاكل النظام، لكن النظام. إذن مشاهدينا استمعنا إلى جزء من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام السلك الدبلوماسي. سيد ناصر، نعود إلى حضرتك بالسؤال. كنا نستمع إلى ما يذكره السيد صالح حول تفاصيل هذه الصفقة، لكن اليوم على وقع تطورات الميدان وقائع الميدان أيضا والأخبار الآتية من غزة، إلى أي مدى اليوم هذه الأخبار تعزز الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، وأيضا إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر اليوم هذه القدرة للمقاومة تعتبر ضامن ضامن قوي في أي صفقة كحالة ردع للعدو الإسرائيلي؟ أيضا ما الذي يختلف في هذه الجولة من المفاوضات عن المفاوضات التي سبقت على وقع تطورات أو وقائع الميدان؟ نعم، وقعت هناك تغيرات كبيرة وجوهرية في موازين القوى في المنطقة، وتحديدا يعني محور المقاومة وجبهات المقاومة فرضت معادلات جديدة في الصراع، في هذا الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني وحتى مع القوى الغربية الداعمة له. أكيد أن لا توجد هناك ضمانات حقيقية يمكن أن يعول عليها الشعب الفلسطيني، وهو يرى كل هذا التخاذل وكل هذا التواطؤ وكل هذا الصمت أمام كل هذه المجازر المروعة وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني بالغطاء والدعم الأمريكي المباشر. ولذلك وقائع الميدان وقوة المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو محور المقاومة وجبهات المقاومة، هي التي تفرض الضمانات الحقيقية. أعتقد أنه وقع هناك تطور نوعي في جبهات المقاومة وتحديدا في المقاومة الفلسطينية. يعني إخواننا في المقاومة يؤكدون بأنهم يتحكمون في المعركة بالتخطيط والسيطرة والإدارة، ويعني التحكم في المجهود العسكري والفعل المقاوم، وأن قوتهم العسكرية الآن أقوى بكثير مما كانت عليه في بداية المعركة، والإنجازات العسكرية الاستراتيجية على الأرض هي التي تفرض هذه المعادلات الجديدة، معادلة يعني حالة الردع وتوازن الرعب
وعجز الكيان الصهيوني رغم هذه الهمجية وغرور القوة والمجازر التي يرتكبها يوميا، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه، سواء بالقضاء على المقاومة وتدمير الأدرع العسكرية لفصائل المقاومة، أو بتحرير أي أسير من أسراه عن طريق غرور القوة، وبالتالي وصل إلى قناعة بأن لا يمكن تحرير أي أسير حي إلا عبر التفاوض وإلا عبر صفقة التبادل، وبالتالي المقاومة هي التي تفرض المعادلة، وهي التي تفرض أوراق أو نقاط القوة في وأوراق القوة في هذا التفاوض. ولذلك أعتقد بأن العدو الصهيوني يدرك بأن هناك يعني نقاط ضغط قوية جدا عليه بما فيه الجانب الأمريكي، فأولا لم يحقق أهدافه العسكرية، ولم يحقق أهدافه فيما يتعلق بتحرير الأسرى، وتعقدت عليه الجبهة الداخلية، وخاصة تعقيدات الوضع الداخلي داخل الكيان الصهيوني، وذلك الاستقطاب والصراع وواقع اليمين المتطرف الآن المتحكم في هذه الحكومة. بالإضافة إلى أن يعني قرارات محكمة العدل الدولية والوضع الأمريكي المتأزم وتراجع شعبية بايدن، لكن برغم من ذلك المحاولات الأمريكية اليوم بتحسين شروط رهانها إسرائيل التفاوضية، برغم من كل ذلك. هو نعم يعني هناك معركة إرادات، كما أن هناك معركة كسر العظام على المستوى العسكري أو في المحور الميداني العملياتي، هناك معركة إرادات على المستوى السياسي والتفاوضي. وأكيد أنه كلما يقترب موعد إنجاز أي صفقة تفاوضية في كل الحروب، فأكيد أن كل طرف يريد أن يحسن شروط التفاوض بالزيادة في الضغط، سواء كان الضغط الميداني العسكري بإعادة الانتشار والتوغل، أو بارتكاب أو يعني رفع كلفة الوضع الإنساني والاجتماعي للشعب الفلسطيني، أو استعمال هذه الأداة اللي هي الضغط الدبلوماسي والسياسي والخارجي والدعم الأمريكي اللامحدود واللامشروط لهذا الكيان الصهيوني. ولكن أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعني الآن مضطرون إلى الذهاب إلى هذا الاتفاق، وأن المقاومة أكيد ستفرض شروطها حقيقة، وأنه ليس في مصلحتهم جميعا يعني الذهاب بعيدا في هذه الحرب، وخاصة كما قلت أنهم لم يحققوا أي هدف من الأهداف المعلنة لهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة. ولذلك أعتقد بأن يعني رد، لا أقول رد حماس، لأن المعركة ليست كما يراد اختزالها بين إسرائيل وحماس، وإنما يعني رد كل فصائل المقاومة، ويعني الحرب ليست بين إسرائيل وحماس، وإنما هي حرب عدوانية شاملة أمريكية وإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. ولكن رد الفصائل المقاومة على هذا الاتفاق الإطار أكيد أنه فيه شروط، وأكيد أنه فيه تحسين، وتلبي يعني كل الاحتياجات بما فيها الوضع في المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات قطعان المستوطنين. فهذه تسمى معركة طوفان الأقصى، ولا تسمى معركة وضع إنساني أو معركة أسرى فقط. ولذلك يعني رد فصائل المقاومة كان شاملا، وكان واقعيا، وكان إيجابيا، وهو يستوعب كل تفاصيل الوضع الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الوضع في المسجد الأقصى المبارك، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، سواء فيما يتعلق كذلك بموضوع تبييض كل السجون ووقف كل العدوان وتدفق كل المساعدات وفتح المعابر ورفع الحصار، ويعني تحقيق كل هذه المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. من هذه الناحية سنسأل السيد صالح، الرد اليوم في قراءة لرد حماس على الورقة المطروحة، إلى أي مدى يعتبر نستطيع أن نصفه بأنه رد استراتيجي وليس رد مرحلي؟ يعني ليس كمرحلة وقف الحرب وما إلى ذلك، إنما نحن نتحدث عن إعلان مرحلة جديدة فيما خص اليوم هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ربما يتخطى أبعد من ذلك بكثير. حجم الرد
قراءة في واقع هذا الرد وفرض الشروط أيضا. نعم أتفق وأشكرك على هذا السؤال. فعلا يعني الآن مصدر القوة ليس في الكيان الصهيوني إنما في غزة ولدى فصائل المقاومة. فصائل المقاومة عندما قدم لها المقترح بعد التوصل والاجتماعات التي حدثت سواء كان في الدوحة، في باريس، في القاهرة، اجتمعت كلها على هذه النقاط وتم تقديمها إلى الفصائل. لماذا يعني أيضا قد يتساءل لماذا كل هذه المدة التي يعني قضتها فصائل المقاومة من أجل دراسة هذه المقترحات وهذه البنود التي تريد أن تحققها فصائل المقاومة من هذا الاتفاق. التواصل مع في ظل الفترة الماضية الظروف كانت فيها نوع من الصعوبة، لكن في النهاية تجمعت كل الآراء وتم الاتفاق. الجميل أن هناك اتفاق، ليس كما ذكر الأستاذ ناصر أنه هي حركة يعني نختزلها في أنه الصراع بين حركة حماس وبين إسرائيل، لا، هي فصائل المقاومة مجتمعة تدافع عن أرض فلسطين، وبالتالي فإن مثل ما قلنا أيضا المسجد الأقصى والاعتداءات التي يقوم فيها المستوطنون، هناك دخول وخروج المواطن الفلسطيني من أجل الصلاة في المسجد. الآن شهر رمضان قادم وتعرفين روحانية الشهر الكريم، وفي نفس الوقت يعني الآن هي فرصة وهي مصدر مثل ما قلت مصدر قوة لدى أو ورقة قوة لدى حركة المقاومة هذه المرحلة وهذه الفترة. إذ لم تكن بهذه الصورة وبهذه المطالب القوية التي تجبر الكيان الصهيوني الموافقة عليها، مثل ما يعني معروف احنا كررت أنا هذا الكلام للمرة الثانية وذكر الأستاذ ناصر في قضية أنه لم يحققوا شيء، وفي بعد كل بيان صحفي في المساء يطلع لنا نتنياهو ويطلع لنا المتحدث باسم الجيش انه المعركه ستستمر حتى يتم القضاء على حركه حماس، وانه يعني سوف نعيد الجندي، ولا جندي واحد، مش جندي بس، المواطنين المدينه موجودين لدى حركه المقاومه لم يستطع اطلاق سراحهم، حاول مره واحده ويعني باءت بالفشل وقتلت الاسيره. ومن هذا الامر كله حقيقه يتضح لنا انه الان المقاتل الفلسطيني بما يملكه من اسلحه لا توافق وقوة الجيش الاسرائيلي، لكنه ياتي من المسافه صفر احنا على قول اخواننا في غزه يشمطهم ويعودوا الى 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 مواقعه. هذا الشكل من القتال اصبح الان مفتوح، يعني حتى كما يقال انه المواجهه المباشره او الشكل المباشر بين الجيش وبين المقاتلين، وهم لا يرتدون لا هذه البدلة التي تحميهم ولا شيء، هم يرتدي تيشيرت وفي يد سلاح البسيط، وبالتالي استطاع أن يحقق كل هذه الإنجازات. هذا القتل في الجيش الإسرائيلي لأول مرة يحدث. الآن مش بس القتلى، الآن اللي موجودين في المصحات وصل إلى 12,000 جندي يتعالج، هناك معاقين، هنا يعني هناك حالات وأمور كثيرة
استطاعت حركة المقاومة أن تحققها في الجيش الإسرائيلي. طبعا كل ذلك بالإضافة إلى حالة الاستنزاف أيضا التي شكلتها المقاومة وأحدثتها المقاومة في صفوف الجيش الإسرائيلي، سحب أكثر من لواء، الحديث عن سحب أيضا ألوية جديدة من قطاع غزة. لكن السؤال الذي يطرحه، في ظل كل ما تتحدث عنه اليوم، لماذا أدخلت حركة حماس اليوم شرط أساسي كدخول أطراف دوليين كضامنين لهذه الصفقة؟ ذلك على ماذا يدلل؟ وعلى ماذا يدلل عن حجم هذه الصفقة وعن ثقلها وعن استراتيجيتها أيضا فيما يتعلق بواقع الصراع ما بين حركات المقاومة ككل وإسرائيل، وأكثر من إسرائيل ربما؟ نعم، لا هي 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 فعلا ملف ثقيل جدا، لا تستطيع الدول الوسيطة في هذا الأمر يعني إحقاق ضمانات لعدم تكرار على سبيل المثال عندما يتم إطلاق سراح المواطن الفلسطيني أو السجين الفلسطيني من السجون، يتم اعتقاله مرة أخرى أو استهدافه أو كذا. حتى قضية استهداف قيادات حركة حماس أيضا موجودة في الاتفاق، الذين تم الشباب الذين تم إطلاق سراحهم، الأطفال الذين تم من 7 إلى 19 عاما في الهدنة الأولى، تم اعتقال العدد أكثر من ذلك، يمكن وصل الآن العدد إلى أكثر من 5000 معتقل منذ طوفان الأقصى بالفعل. نعم، منذ طوفان الأقصى حتى الآن. وبالتالي فإن هذا الأمر الورقة قوية في حركة في المقاومة، تضغط على إسرائيل بوجود الضمانات بعدم تكرار، يعني بعدم تكرار القصف، بعدم تكرار الاقتحامات، بعدم يعني دخول يعني الآن لما المستوطنين يعيقون دخول المساعدات في كرم أبو معبر كرم أبو سالم أو في رفح أو ما شابه، يعني هذه كلها حقيقة استفزازات للشعب الفلسطيني. وبالتالي إذا لم تكن هناك ضمانات سواء كانت دولية معتمدة على دول أو على منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها، هي دي الورقة التي الآن تستخدمها، وهي مصدر مثل ما قلت مصدر قوة وليس مصدر يعني مجرد ضغط، لا هي تملك. نعم، والملفات الموجودة لديها ثقيلة على إسرائيل بالفعل. وماذا عن الأطراف الأخرى الذين يطرحون أنفسهم كضامنين إنما لإسرائيل؟ سيد ناصر، الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى يستفزها طرح روسيا كضامن دولي لهذه الصفقة؟ وهل ستقبل أيضا بهذا الطرح؟ نعم، يعني أثبتت كل الحروب وكل الاتفاقيات السابقة بأن العدو الصهيوني لا يفي بالوعود ولا يلتزم بالاتفاقيات، وهو دائما يتصف بالغدر والخيانة، وبالتالي لا يمكن للشعب الفلسطيني بعد كل هذه الكلفة الكبيرة جدا لهذه الحرب المجنونة أنه يدخل في صفقة أو في اتفاق دون أن تكون لديه ضمانات دولية. فأكيد أن المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى مثل هذه الضمانات الدولية، سواء بالنسبة للدول أو بالنسبة للهيئات والمؤسسات الدولية. فالمقاومة تطرح روسيا وتركيا وقطر ومصر والأمم المتحدة كضامنين، وأكيد أن الطرف الصهيوني سيطرح كذلك، ولا يستبعد أن يطرح أمريكا كضامن. ولكن أثبت التاريخ بأن أمريكا ليس طرفا محايدا وليس موثوقا به، وفقد مركزيته الأخلاقية في العالم منذ عقود من الزمن، وأمريكا تمارس يعني الغطرسة بالأحادية القطبية وبالزمن الأمريكي وبالهيمنة الغربية، وهي لا يمكنها أن تكون ضامن، بل هي شريك في هذه الحرب، بل تكون هي صاحبة هذه الحرب، على اعتبار أن إسرائيل هي مجرد قاعدة
قاعدة عسكرية متقدمة، وهي مجرد أداة من أدوات المشروع الاستعماري الإمبريالي الاستيطاني في العصر الحديث. ولذلك مهما طرحت إسرائيل أمريكا كضامن من الضامن لهذا الاتفاق، لا أعتقد بأن أمريكا كذلك ستفي بمثل هذه الضمانات. ولذلك صحيح أن المقاومة تريد مثل هذه الضمانات الرسمية، باعتبار أن هذه القضية تتجاوز، يعني هي فوق فلسطينية وفوق وطنية. هذه قضية إقليمية ودولية وإنسانية، وأنت ترين بأن معركة طوفان الأقصى حركت العالم بأسره، سواء كان المؤسسات والهيئات الدولية أو الدول، ويعني أعادت القضية إلى جدول أعمال العالم بأسره. وبالتالي هذه القضية تمس كل الدول وتمس كل العلاقات الدولية. ولذلك صحيح أنه لا بد أن تدخل دول وازنة، والعالم يشهد هذه التغيرات الاستراتيجية والجيوسياسية في موازين القوى، وهو يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب بإنهاء الهيمنة الأمريكية. ولذلك من المفيد للمقاومة أن تدخل روسيا أو تدخل الصين أو تدخل هذه القوى الصاعدة كتركيا وغيرها كضامن. ولكن أنا في تقديري بأن هذا العدو الصهيوني لا يزال يمارس هذا العلو الكبير وهذا الغرور والاستعلاء الكبير، بغرور التقنية وبغرور التفوق العسكري وبغرور هذه الحماية الدولية، وعلى رأسها الفيتو الأمريكي والدعم المطلق للدول الجانب الرسمي في الدول الغربية. ولذلك الضامن الوحيد الحقيقي الذي يفرض على إسرائيل وغيرها النزول من أعلى شجرة والجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بشروط المقاومة هو الإنجاز على الميدان العسكري والعمليات والاستخبارات الذي تتفوق فيه المقاومة وتثبت كل يوم، يعني تثبت جدارتها في كل يوم. وأكبر دليل على ذلك أنه لحد الآن العدو الصهيوني لم يصل إلى كل أنفاق المقاومة، وهو يعترف بأن 80% من هذه الأنفاق لا تزال تشتغل. طيب، وهي سليمة، وهي نقطة قوة كبيرة جدا في سلاح المقاومة. بالفعل هو اعترف بذلك، خصوصا بعد أن يعني أوقف خطة إغراق الأنفاق، وقال أنه ذلك لا يشكل شيء، وبأنه 80% من الأنفاق لازالت سليمة ولم نستطيع أن نصلها بفعل هذا الإغراق. وحتى الآن أساسا هو لا يعرف أبواب هذه الأنفاق ولا هذه الفتحات وكل ذلك. لكن فيما خص نقطة الضامنين حضرتك تتحدث عنها سيد ناصر، وإن بشكل مختصر لو سمحت، اليوم إدخال روسيا على خط هذه القضية، القضية الفلسطينية، وبالنظر إلى تشابك المحاور، محاور المقاومة، في أي وضعية يضع هذا المحور وهذه الجبهات اليوم، بما أنه نحن نتحدث عن ضامن كروسيا يدخل على خط صفقة تعنى بكل هذه الجبهات أيضا؟ نعم، يعني لا أحد ينكر بأن روسيا الآن فرضت واقعا جديدا على المستوى الدولي كقوة لا يمكن الاستهانة بها. يعني بعدما يعني اعتقدت أمريكا وعبر أداتها حلف الناتو بأنها بسطت سيطرتها على العالم، وأنها قضت على المعسكر الشرقي وعلى الاتحاد السوفيتي، وأرادت أن تبتلع روسيا ضمن المنظومة الغربية حتى تستفرد وتتفرغ للخطر الاستراتيجي لها وهو الصين. يعني جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتثبت بأن روسيا عصية على الإدماج وعلى الهيمنة، وذهبت روسيا بعيدا إلى ذلك الصدام الدولي مع حلف الناتو على الأراضي الروسية الأوكرانية، وأثبتت بأنها قوة لا يمكن أن تحدد الخارطة السياسية الدولية المستقبلية دون أن تكون لروسيا كلمة في الأمر. وروسيا متوازنة في علاقاتها، وهي تختلف كلية عن الفكر الغربي الإمبريالي المهيمن الأحادي المتغطرس الذي لا يراعي الاحترام المتبادل بين الدول، ولا يراعي يعني لا يراعي المصالح المتبادلة بين الدول. ولذلك روسيا تمثل نقطة توازن في العلاقات الدولية، وهي مهمة جدا في مثل هذه الاتفاقيات كضامن، باعتبار أنها لديها علاقات متوازنة سواء مع المقاومة مع الدول العربية والإسلامية، أو حتى في علاقاتها بإسرائيل، مع أنها تعتقد بأن
إسرائيل انحازت كلية إلى المنظومة الغربية، وكانت ضدها في الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك يمكن لروسيا أن تلعب دورا متوازنا في مثل هذه الاتفاقيات. طيب، وفيما اعتبر أيضا في سياق التشويش على الدور وعلى هذه الإنجازات، أفادت صحيفة عكاظ الرسمية السعودية بأن بيان المملكة بما تضمنه من مواقف واضحة وصريحة جاء ليدحض كل المزاعم التي حاولت كل من واشنطن وتل أبيب تسويقها خدمة لمصالحهما وسياساتهما. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التسريبات الأمريكية الإسرائيلية التي تحاول إيهام الرأي العام بشأن انفتاح المملكة على فكرة إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل في ظل استمرارها بالعدوان على غزة، إلى التأثير في الجهد السعودي الرامي إلى تحقيق فوري أو تحقيقا فوريا لإطلاق النار. سيد صالح، بالقراءة الواقعية، لماذا كان هذا التصريح من قبل مسؤول أمريكي رفيع بخصوص السعودية في هذا التوقيت بالذات، ونحن نتحدث عن مراحل متقدمة ربما في إتمام صفقة لوقف شامل لإطلاق النار في غزة؟ هو فعلا تشويش حقيقة، لأنهم حاولوا في مقترح كوشنر عندما طرح الشرق الأوسط الجديد، ويعني أدخال بعض الدول فيه، وكانت من ضمنها المملكة العربية السعودية، لكن هذا المشروع فشل، ويعني حاولوا الآن إيجاد مخارج لعملية إيهام المجتمع الدولي أنه المملكة منفتحة على التطبيع مع إسرائيل. ويعني كنت أتابع حقيقة بعض التسريبات الغربية تجاه المملكة العربية السعودية، والإعلان يمكن مثل ما قلت كان في بداية الحلقة أنه الزيارة التي قام فيها كانت فيها نوع من التشنج في حتى الصورة لم تظهر مع الأمير محمد وبلينكين. هذا دليل على أنه يعني هناك غضب سعودي من هذه التسريبات، من هذه يعني من إقحام المملكة في قضية التطبيعات وفي قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، في حين أنه هناك يعني موقف سعودي واضح من هذه المسألة. لذلك يعني كان هذا الأمر مطلوب حقيقة أن يعني يواجه بالحزم. ومثل ما قلت يعني أنا في البداية أيضا أنه الهدف كان هو التوسط لعدم يعني إطلاق النار على السفن الأمريكية، يعني وكان هذه سبب الزيارة، يعرف موقف المملكة أيضا من حركة أنصار الله، وبالتالي فإنه يعني صرحوا أنه نحن علاقتنا جيدة معهم ولا نريد أن نستغل، إذا هم يريدون فهم يعرفون الحركة وممكن يتفاوضون معه، ولا تريد أن تدخل المملكة سبب في ذلك. لذلك هذا المشروع، مشروع التطبيع التي تريد مع الأسف أمريكا إشعال المنطقة فيه، وكما حدث مع البحرين مع الإمارات، لكن حقيقة لم يحقق، ولم تستفد حتى هذه الدول من هذا التطبيع. لذلك يعني لو عدنا إلى 2002، لكن عفوا سيد صالح وأعتذر على المقاطعة، اليوم السير بهذا المشروع ما بعد النتائج التي حققتها معركة طوفان الأقصى، إن كان لناحية الأمن وإن كان لناحية الاقتصاد فيما خص أي تفاصيل متعلقة بأي اتفاق تطبيع، ألا يطرح السؤال حول جدوى أي اتفاق تطبيع ما بين أي طرف تحديدا عربي وتحديدا خليجي وإسرائيل؟ نعم، لعل يعني شوفي رب ضارة نافعة، يعني احنا نقول في طوفان الأقصى اولا اوقف مشروع ترويج المثليين اللي قدموها للمجتمع العربي، و يعني يمكن أنا تابعته في كأس العالم وكيف كانوا يفرضون على الدول العربية في أنه تقبل بهذا الأمر. هذا شيء. الشيء الثاني مهاجمة الإسلام والمسلمين، يعني الذين دخلوا في الإسلام منذ السابع من أكتوبر طوفان الأقصى، الذي كانوا يتحدثون عن أنه الفلسطينيين قتلوا ويعني
قطعوا رؤوس النساء والأطفال، هذا كله كلام لا يجدي، بل بالعكس الذين دخلوا في الإسلام، المظاهرات التي أسبوعيا في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وغيرها من الدول، يعني هذا الأمر. لذلك التطبيع الآن يعني يفترض أنه يتم السكوت عليه، لأنه سيفشل 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 كما فشل مشروع الشرق الأوسط. وبالتالي فإن هذه الأمور الآن ركز عليها هو وقف القتال وإعادة إعمار ما هدم، وأن يعيش المواطن الفلسطيني مستقرا في يعني 7 أكتوبر عندما مواطن نعم سيد صالح أردني وضع لافتة تم إزالة بالفعل. اللافتة يعني إلى هذا الحد يشكل هذا الموضوع استفزاز بالنسبة لإسرائيل. عفوا سيد صالح، بما تبقى لدينا من وقت سيد ناصر، اليوم هذه التسريبات الأمريكية بما خص السعودية، هل تعتبر تصويب على السعودية؟ نستطيع أن نقرأها فيما خص ذلك خصوصا بهذا الوقت الحساس، أم من الممكن قراءتها على نحو آخر بأنها رسائل تجاه السعودية من الجانب الأمريكي ومن خلفه إسرائيل؟ لو عدنا خطوة إلى الوراء لأدركنا أنه من الأسباب الجوهرية لمعركة طوفان الأقصى هو الانتفاضة، والانتفاضة في وجه العالم الذي كان يريد تصفية القضية الفلسطينية والذهاب بعيدا في هذا الاتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع، والتي وصلت إلى دول وازنة في العالم العربي والإسلامي لديها رمزية دينية وعلى رأسها السعودية. فلذلك كانت من النتائج الاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى هو وقف هذا الانحدار وهذا الانكسار في عقيدة الدول اتجاه الكيان الصهيوني. لكن للأسف يعني عندما لم يتم تحقيق هذا المشروع بسبب انفجار معركة طوفان الأقصى، هم الآن يريدون العودة إلى هذا المشروع من النافذة بعدما خرجوا منه من الباب. فلذلك هم يريدون تحقيق هذا الهدف تحت غطاء وقف إطلاق النار وتحت غطاء يعني وقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. للأسف الشديد بعض الدول باعت ذمتها السياسية وفقدت استقلاليتها عندما ذهبت إلى التطبيع حتى بدون مقابل، وخرجت عن الإجماع العربي في المبادرة العربية في بيروت في 2002، وذهبت إلى التطبيع منفردة، وذهبت إلى التطبيع بعدما يعني أزاحت كلية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ضمن شروط التفاوض في اتفاقيات التطبيع بمنطق هذه الدول. الآن محاولة الضغط وابتزاز السعودية والعودة إلى الحديث على التطبيع مع السعودية بناء على هذا الاتفاق، اتفاقية الاتفاق الهدنة وما إلى ذلك، أعتقد أنه هو التفاف على النتائج الاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى. فهم يريدون أولا يعني أولا يريدون عودة مشروع التطبيع من جديد، وأنا أعتقد بأنه لن ينجح ولن يكتب له النجاح. وحتى الشروط التي وضعتها السعودية ومن بينها الاعتراف بدولة فلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة، أعتقد أن الطرف الإسرائيلي وخاصة اليمين المتطرف الحاكم الآن في إسرائيل يرفض كلية شيء يسمى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67. ولذلك من الناحية العملية أعتقد بأنه لن يتحقق هذا الشرط، وأتمنى أن السعودية الرسمية تبقى مصرة على هذه الشروط، مع أننا نحن كشعوب يعني كشعوب وكمناصرين للمقاومة نرفض أساسا التنازل على أي شبر من أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، لأن العدو الصهيوني هو كذلك يعني يتجاوز الاعتراف بالوجود الفلسطيني، وحدوده الدينية والتاريخية هي من نهر الفرات في العراق إلى نهر النيل في مصر، وبالتالي هو سيشكل تهديدا للأمن القومي الإقليمي والدولي، لأنه يرفض كما قلت قيام أي دولة فلسطينية والاعتراف بحق حتى الوجود في الحياة للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك السيد ناصر حمدادوش الكاتب والمحلل السياسي.
كنت معنا من الجزائر. الشكر موصول للسيد صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات من الدوحة. الشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.